ياسين على موتاكم، حديث ضعيف، لكن ثبت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما انه كان بيقرأ ياسين على المحتضر. ليه؟ العلماء قالوا لان سورة ياسين فيها سر الله وضعها فيها يخفف الكرب او يمنع الكرب او يرفع الكرب ويأتي بالفرج. قالوا خلاص طالما سورة ياسين بتخفف الكرب اللي هو كرب الموت على الميت، وده اعظم كرب الانسان بيتعرض له في حياته، يبقى هي فيها سر بتخفف اي كرب الانسان يتعرض ليه. ولذلك العلماء نصحوا بده، قال لك لما يجي لك كرب ولما يصيبك ابتلاء خليك دايما مع سورة ياسين، اقرأ سورة ياسين، الله عز وجل بإذن الله تعالى يرفع الكرب أو يخففه عنك على أقل يعني احتمال. ولذلك الإنسان أول ما يصيبه كرب خليه دايما مع سورة ياسين، أول ما يصحى يقرأ سورة ياسين، قبل ما ينام يقرأ سورة ياسين، حتى لو في وسط النهار يقرأ سورة ياسين. مش بنقول عدية ياسين ولا بننصحك بعدد معين، لأن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بنقول لك خلي دايما لسانك مرتبط بسورة ياسين بنية الفرج، فالله عز وجل بإذن الله تعالى يخفف ويرفع عنك هذا الكرب. أسأل الله عز وجل أن يخفف عنا وعنكم وأن يعافي كل مبتلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.